السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا فيديو دائما فيديوهات، ما كان غير فيديوهات. نتمنى ان شاء الله ان الناس اللي ما مشاركين، ان شاء الله الناس اللي ما مشاركينش اكثر اللي مشاركين، يعني ملي انكم تتفرجوا الناس اللي اللي ما مشاركينش يتفرجوا بزاف، على الاقل بعدا يتابونوا ويعاونوا القناه. اذا كما قلنا على بركة الله غادي ان شاء الله نديروا كونيكسيون ما بين دابا التليفون و التلفازه ان شاء الله. بما انك اول مره كتفرج خاصك دير جيميل، ولا اول مره دخلتي وشفتي هذا الفيديو تساريتي عليه ولقيتي، وان شاء الله نتمنى يعجبك تابونا. اذا كما كتشوفوا غنجيو الريكلاج، ها هو الريكلاج ديالنا بحال بحال هذا، بحال تحت بحال تحتاني هذا وبحال هذا، هذا كيديك نيشان، ها هو الريكلاج كنهبطوا لتحت بهذه الطريقه هذه. كنمشيو دابا الريزو، ها هو الريزو، راه هاد الظلام هذا راه من التلفازه، هاد الديكور ديال التلفازه. اش كدير لمين كيعطيك هاد النوع ديال هاد السيستم ديال التيم. دابا حنا درنا الريزو ديالنا كونيكتي، غادي نعاود لكم باش تفهموا. كما كتشوفوا غادي ندخل، انت اول مره دابا كتدخل للريكلاج، غنوريو لك الطريقه ماشي مشكل. اذا كنشوفوا فاش كيكون الويفي ديالك شاعل، غادي تلقى الريزو ديالك هنا، كتدخل الريزو، ها هو كونيكسيون ويفي، كيبقى يتسارى بحال دابا. نفترض غنطفيه باش يبان لينا مزيان باش غنتفاهمو الطريقة هذه. كما كتشوفو كتدخل دابا لهنا، نرجع بهاد الطريقة هذه، كتلقى كونيكسيون نو كونيكتي، كتدخل الويفي ديالك بهاد الطريقة، كتشعلو وكيدير لك ريشيرش وكيطلع لك هذا، كتدخل وكدير مود باس. ها هو يطلع لينا مود باس، ها هو مود باس، كدير مود باس ديالك بحال هكا، بهذه الطريقة هذي، وكتجي دير هكا وكطلع الفوق لهنا. باش هذي هاد الأيقونة هذي راه زوينة باش يطافي شي، باش تشوف المود باس ديالك واش صحيح ولا لا، وكتجي كدير لي اونطري بهذه الطريقه. وكاين بعض المرات بعض المشاكل، كاين التلفازات ما تبغيش تكونيكتا، ما عليك غير تسد الويفي وتعاود تردو راه تكونيكتا. كما كتشوفوا راه ما بغاش تكونيكتا دابا هنا، شوف الطريقه اللي غندير ليه، صافي هو تكونيكتا، شفتوه ها انتو شفتو فاش دير داك السكوتش راه تكونيكتا. اما الا عندك انت مشكل خاصك تيبريمي، الا غلطتي في مود باس ولا خاصك تيبريمي، ضروري دير ليه انيوري ولا دير ليه اوبليي ولا مهم على حسب السيستم اللي في التلفازه. اذا نخرجوا من هنا، نفيرميو، نخرجو من هاد الايقونه هادي. واحد خاصيه تاني، ضروري خصك تيشارجي اليوتيوب في التلفازه باش يخدم ليك البارطاج ما بينك وبين التلفازه، ضروري. غادي نمشي للمنيو بالطريقه هادي، المنيو دابا انا درت هاد المنيو الاخر، هاو هاو هاد المنيو الاخر، هاو هذا اللي درت دابا، هاو باش ندخل لهذا. اذا كنجيو اليوتيوب هنا، شتي اليوتيوب كاين هنا، ضروري خصنا نتيشارجيوه باش تخدم لنا المسائل ديالنا. لان اول مره فاش كدير كونفيغري التلفازه راه لي زابليكاسيون ما تيكونوش، خاصك تيشارجيهم، قليل اللي كتلقى شي ميزاجور فيه كلشي متيشارجي. اذا كما كتشوفوا، شوفوا جاي دابا لكم، ها هو كما كتشوفوا تيشارجا. كما كتشوفوا قريب كمل، من بعد ما تيشارجا اليوتيوب ديالنا صافي غادي يبان بان راه متيشارجي كمل. فوالا غيعطيك الايقونه باش غادي تدخل. كما كتشوفوا هو اليوتيوب ديالنا تيشارجا. اذا نرجعوا دابا حنا لسميتو، دابا اليوتيوب هنا راه غادي تخدم اليوتيوب ديالك، غادي كلشي تقرا، كلشي مسائل تكون مزيانه، ولكن الاشكاليه اللي كاينه دابا حنا بغينا التليفون اللي بغينا نبارطاجيو. اذا غادي نجيو للتليفون ديالنا. اذا كما قلت لكم ضروري خاصك كون عندك كونيكسيون في التليفون ديالك، كونيكسيون تكون في التلفازه باش تكون ديك كما قلنا ديك الدائره هكا تبارطاجي شي تعطي لشي، صافي تفهمنا. اذا كما كتشوفوا هذه الايقونه هذه، ها هي كما كتشوفوا هذه الايقونه هذه، هذه علاش غتبرك وغتلقى التلفازه ديالك. كما كتشوفوا غنديروا هكا، غنديروا دابا شي فيديو كدير ليه هكا،
فوالا هي التلفازه ديالنا، ها هي شتي السميه ديالها، كتبرك عليها هكا وكتكونيكتا معاها. شتو اليوتيوب طلع شتي، تفهمنا؟ دابا دابا حنا اون كونيكتي مع التلفازه، وتقدر تاني تخدم الفيديو ديالك. ها هي راه كونيكسيون ديال لكم باش فوالا شتي نوفيل، شتي دار نوفو الماتيريال، تكونيكتا دابا التلفازه مكونيكتي. دابا داكشي اللي درت، دابا غندير هاد الصوره هادي ديال القران، ها هو كيقول لك واش بغيتي تقراها في التلفازه ولا بغيتي تقراها في التليفون. غنقول ليه التلفازه فيديو، فوالا كما كتشوفوا هو كيقرا، غادي يقرا لنا في التلفازه. نحيدو الاشهار، ضروري خص الاشهار. ها انت شوف وكطفي هذا، هاد دابا شوف ها هو دابا القران خدام. انا غنطفي دابا الطابليت، ها هي انا طفيتها دابا ونضي القضيه. كما كتشوفوا ها انت مكونيكتي مع الطابليت ديالك ولا التليفون بحال بحال. اذا الخاصيه مزيانه كما كتشوفوا، غير تبعوا الطريقه ان شاء الله وغادي تفهموا. كما كتشوفوا بغينا نديرو شي حاجه اخرى ثاني، نديرو بغيت نفيرمي هذا، نفيرمي ها هو التفيرمه شتي، ها هو التفيرمه، ها هو قال لك فيرمي، كدير فيرمي لابليكاسيون تعطيك ثاني اليوتيوب. كما قلت لكم راه ما تيشارجيتيش اليوتيوب في التلفازه راه ما يخدملكش، ولا كان شي خاصيه اخرى ما عرفت. المهم هاد التلفازه بالضبط بغيت نبارطاجي ليها، قالت لك خص تيشارجي اليوتيوب هو الاول، عاد يمكن لك انك تخدم هاد الخاصيه هادي، كانها كاينه شي علاقه ما بينها واليوتيوب. اذا نعاودو، ها هو كتبرك، نعاود لكم كنبرك دابا على الفيديو، ها هو الفيديو كنبرك عليه هكا وكيعطيك تيقول لك واش بغيتي دير تقرا في سميتو في التلفازه ولا في انت. شوف نوري لكم قطعو هذا، ها انت شوف تيقول لك واش بغيتي تقرا، تقول لي نقرا في التلفازه بهذه الطريقه هذيك، تبرك على اليمين. ها هو غادي يزيد واحد شويه، واحد شويه غادي يخدم، ماشي على حسب الكونيكسيون. الا كانت كونيكسيون عندك مزيانه راه غادي تخدم بالزربه. فوالا بسم الله، الا ما بغاش يخدم تدي ليه بحال قلتي، تدي ليه بحال كتريزيستي، كتكون واحد اللعيبه دايره تبك عليه صافي، تعطيك السميه ديال التلفازه صافي، كطفي هذه باش ما تضيع لك الشارج. كما كتشوفوا خاصيه مزيانه صراحه، زعما هاد الخاصيه هذه زوينه. وواحد القضيه غادي نزيدها لكم ان شاء الله، هو انه هاد الطريقه هذه اللي كندير دابا اللي كنوري لكم راه صراحه راه زوينه للدراري الصغار، راه حمايه للدراري الصغار. علاش نقول لكم علاش؟ عفوا علاش نديروا بعدا هذا، سكتوا هذا باش ما نهضروش قران. كما قلت لكم هاد الخاصيه هذه اللي كنوري لكم راه زوينه للدراري الصغار، راه الا بغيتي دير الدري الصغير يقرا في التلفازه يقرا في التليفون راه ضروري خاصك دير ليه يقرا في التلفازه احسن. صافي تفاهمنا، غادي يمشيو ليه العينين وهو باقي صغير. اللهم بغيتي دير ليه شي حاجه يشوف فيها في التلفازه، بغيتي دير ليه شي حاجه يقرا في طابليت ولا في سميتو في التليفون، على الاقل بعدا تبارطاجي ليه التلفازه باش انه منها تيكون بعيد على التلفازه، ومنها تيشوف صوره كبيره، يعني ما غاديش يمحن عينيه باش انه يشوف ديك الحاجه في التليفون وهي صغيره. صافي تفاهمنا. اذا تنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، الا كانت شي حاجه اخرى ان شاء الله ولا ما فهمتوش شي حاجه راه لي كومونتير سولوني ان شاء الله وغادي نجاوبكم على قدر المستطاع. تفاهمنا يلا. واه دابا راه انت اللي كتفرج، راه ما درتيش ابوني وما درتي لا جيم لا والو، خصك دير جيم اصاحبي، يلا دير جيم وتابوني يلا وبارطاجي مع اصحابك. ونتمنى الشرح ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وباقي ان شاء الله ندير لكم التلفازه، كاين شي تلفازه تخرجوا جداد.